أوكي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ضمن سلسلة امتحانات أو سلسلة محاضرات special topics أو المواضيع الخاصة، اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن tumor immunology اللي هي دور المناعة في الأورام. طبعا أهداف هذه المحاضرة أو the objectives of this lecture would be: أول شيء know the evidence for immune reactivity to tumors، هي معرفة الدلائل أو الأدلة على أنه هناك نشاط لجهاز المناعة ضد the tumors، و know the changes in cellular characteristics due to malignancy، طبعا معرفة التغيرات اللي تحدث على خصائص الخلايا نتيجة tumors أو السرطانات. Know the host components which affect tumor progression، ومعرفة الأجزاء الموجودة أو مكونات الجسم أو العائل التي تؤثر على تقدم أو حدوث التيومرز أو السرطانات أو الأورام. وبرضو كمان know the tumor cell components which protected from the immune system، وبرضو كمان الخلايا اللي تكونت أو أصبحت خلايا أورام أو سرطانات فيها مكونات تحميها من جهاز المناعة. وآخر شيء هي understand the rationale and approaches of tumor immunotherapy، معرفة اللي هي أسباب أو إعطاء العلاجات ضد التيومرز ما يعرف بالإميونوثيرابي، وكذلك كيفية العمل على إعطاء هذه العلاجات. طبعا نبلش فيهم واحد واحد اللي هو evidence of immune reactivity to tumors، ما هي الدلائل على أنه جهاز المناعة إله رد فعل ضد the tumors. أول شيء tumors that have severe lymphoreticular infiltration have a better progress than those that do not. Certain tumors regress spontaneously. There is an increased incidence of primary and secondary malignancies، طبعاً particular lymphoreticular tumors in immunosufficient أو immunodeficient patients. الآن راح نلاحظ من البداية إنه tumors that have severe lymphoreticular infiltration، يعني في بعض tumors بيكون الليمف أو ما يعرف ب الخلايا الليمفاوية أو الأوعية الليمفاوية تتخلخل في هذه التيومر، هذه التيومر لها فرصة أكبر إنها تنتشر في الجسم. وبعض التيومرز certain tumors regress spontaneously، إنها تبدأ تلقائيا وتنتشر تلقائيا بدون سبب. طبعا there is an increased incidence of primary and secondary malignancies، طبعا هناك زيادة في حالات أو حدوث السرطانات الأولية والسرطانات الثانوية.
وراح نلاحظ انه particular lymphoreticular tumors in immune deficient patients. وراح نلاحظ انه tumors هذه خصوصا اللي فيها lymph متورط بكون عند الاشخاص اللي بكون عندهم نقص في المناعه. طبعا antibodies and immune T lymphocytes have been detected in the patients with tumors. الأجسام المضادة وخلايا T lymphocytes المناعية طبعا تم اكتشافها في الأشخاص اللي عندهم أورام أو سرطانات. The young and the very old have an increased occurrence of tumors. ولوحظ كذلك أنه حديثي الولادة أو الأشخاص اللي في أعمار قليلة وكبار السن عندهم زيادة في حدوث الأورام. Finally, animals can be specifically immunized against various types of tumors. في دراسات على الحيوانات أو حيوانات تجارب بالتحديد إنه بعض هذه الحيوانات ممكن إنها تعطى زي مطعوم ويعمل هذا المطعوم ضد بعض أنواع التيومرز اللي هي immunized against tumors. قلنا إعطائهم مطاعيم ضد أنواع محددة من التيومرز. الآن أي خلية تتحول إلى خلية سرطانية بتغير الأنتيجينات الموجودة على سطحها، يعني الخلايا الطبيعية يكون عليها أنتيجينات أو surface receptors. هذه الخلايا طبعا بيكون كلها self receptors. لذلك جهاز المناعة لما يتعامل مع هذه الخلايا بتعامل معها على أنها سيلف سيلز. ولكن عندما تتحول الخلية إلى خلية سرطانية بتغير بعض الريسبترز أو الأنتيجينات الموجودة على سطحها. هذه الريسبترز الموجودة على سطح هذه الخلية تتغير. الآن in order for the immune system to react against a tumor, the latter must have antigens that are recognized as foreign. زي ما قلنا حتى جهاز المناعة يتعامل مع الخلايا السرطانية ويتفاعل ضدها، الخلايا السرطانية اللي هي اللاتر التيومر سيلز must have antigens that are recognized as foreign. بمعنى آخر هذه الأنتيجينات اللي تغيرت الجسم بتعامل معها على أنها أنتيجينات غريبة. لذلك من هذه الأنتيجينات ممكن يكون تفرز الخلايا السرطانية إنزيمات، ممكن يكون مستقبلات أو ممبرين أنتيجينز تحط عليها أنتيجينات على سطح الخلية. طبعاً most relevant are surface membrane molecules which might be antigenic or suppression of membrane proteins that are essential for immune recognition and activation. لأن الخلية السرطانية قد تعمل عملين. الأول هي إضافة surface membrane molecules which might be antigenic. يعني الخلية السرطانية مع هذه الخلية السرطانية بتتباهى إنه والله أنا صرت خلية سرطانية فتنشر أنتيجينات جديدة على سطح الخلية. هذه الأنتيجينات الجديدة طبعاً بتعرف عليها جهاز المناعة على أنها أنتيجينات غريبة. دكتور صوتك بيقطع. صوت بقطع بجوز النت. أرد أعيد.
قلنا الخلية السرطانية تتباهى إنها صارت خلية سرطانية، إنها أو صار في هناك أورام، وتنشر على سطحها أنتيجينات جديدة غريبة ليست موجودة أصلاً على الخلية الطبيعية. يتعرف عليها جهاز المناعة على إنها أنتيجينات غريبة ويقوم بعمل استجابة مناعية ضدها. أو الشغلة الثانية اللي بتقوم فيها الخلية هي بإخفاء أنتيجين أساسي كان موجود على سطح الخلية اللي هي بتعامل معه جهاز المناعة على أساس إنها سيلف سيل. إذن أول شغلة إنها قد تضع أنتيجين جديد أو تخفي أنتيجين قديم كان موجود، هي suppression of membrane proteins essential for the immune recognition and activation، أساسي لجهاز المناعة. الآن الانتيجينيك تشينجز، ما هي التغيرات الانتيجينية أو الانتيجينات التي تتغير على سطح الخلية السرطانية أو الخلية اللي أصبحت مليجنت؟ أول شيء انتيجينيك تشينجز observed in malignant cells include appearance of fetal antigens, oncofetal antigens. الآن من التغيرات اللي بتتم على سطح الخلية هو ظهور أنتيجينات جنينية، إنه اللي كانت لما كان الإنسان في بطن أمه جنين كان عنده الخلايا عنها أنتيجينات معينة يعاد ظهورها وتسمى أونكو فيتال جينز. طبعا هذه الأنتيجينات بيحتاجها الطفل أو الجنين في بطن أمه، ولكن عند الولادة ما بيكون في هناك لها حاجة لأنه جهاز المناعة يعمل، فبالتالي تختفي هذه الأنتيجينات. لما تصبح الخلية السرطانية تعيد نشر هذه الجينات، عفواً الأنتيجينات مرة أخرى على سطح الخلية. طبعاً some of these antigens may be secreted while others are membrane associated molecules. يعني ممكن إنه هذه الأنتيجينات يتم إفرازها خارج الخلية وبعضها يكون مرتبط مع جزيئات على سطح الخلية. Maybe secreted يعني يفرز خارج الخلية، أو يكون مرتبط membrane associated molecules. الآن new antigens that contribute towards tumor rejection are referred to as tumor-associated transplantation antigens. هذه النيو أنتيجينز اللي الأنتيجينات الجديدة التي ظهرت على سطح الخلية الآن بتساعد في رفض التيومر. يعني الجسم راح يرفض هذه الأورام أو هذه اللي نسميها الخلايا السرطانية، وتعرف ب tumor associated transplantation antigens أو TATA. الآن الأونكوفيتال أنتيجينز، قلنا هذه الأنتيجينات كانت موجودة أثناء وجود الطفل في بطن أمه الجنين. طبعاً أونكو معناتها سرطان أو سرطاني، والفيتال جنيني. طبعاً لونكو فيتال جي أنتيجينز may appear due to the repression of genes that were only expressed early in life. هذه سبب ظهور هذه الأنتيجينات إنه أثناء
أو بعد الولادة الجينات اللي تنتج هذه الأنتيجينات تم تطبيقها وبالتالي لا تنتج، ولكن إذا تحولت الخلية إلى خلية سرطانية يعاد تفعيل هذه الجينات لإنتاج هذه الأنتيجينات. طبعاً في عندي two major oncogenic أو oncofetal antigens اللي هما الألفا فيتو بروتين. الألفا فيتو بروتين is produced only as a secreted protein. إذن هذا الأنتيجين الجديد اللي ظهر نتيجة تحول الخلية إلى خلية سرطانية هو ألفا فيتو بروتين، وهو بروتين يفرز خارج الخلية. والأنكوفيتال جين الآخر اسمه كارسينو إمبريونيك أنتيجين CEA. طبعاً CEA is found both on cell membrane and in secreted fluids. هذا الأنتيجين موجود إما مربوط مع السيل ممبرين على سطح الخلية أو مفرز داخل السوائل. طبعاً since secreted antigens contribute little towards immunity against tumors, the role of these new antigens of immunosurveillance is questionable. لأن الأنتيجينات اللي بتم إفرازها داخل الجسم، طبعاً جهاز المناعة عادة ما بتعرف عليها وما بيقوم بعمل استجابة مناعية ضدها. أما الأنتيجينات الموجودة على سطح الخلايا بيتم التعامل معها وإنتاج أجسام مضادة ضدها أو اللي هي تفعيل التي سيلز ضدها. أما قلنا الأنتيجينات الذائبة أو التي تفرز في السوائل هناك علامة استفهام على هي تورط جهاز المناعة في مراقبتها والقيام بإنتاج أجسام مضادة ضدها. الألفا فيتو بروتين طبعاً عادة كمية قليلة جداً تفرز في الجسم، والنورمال رينج هو من 0 ل 20 نانو جرام بير مل. طبعا هذا في السيرم. طبعا the level rises considerably in patients with hepatomas and non-seminal testicular cancer، لأن الأشخاص اللي عندهم سرطانات في الكبد أو سرطانات عند الرجال في الخصية، هذا بيرفع مستوى الألفا فيتو بروتين إلى مستويات عالية. طبعاً إذا كان 5 أضعاف a five-fold or higher rise in this protein is used for monitoring hepato tumors أو hepatomas and testicular cancers. إذا أثناء أي عمل روتيني أو فحوصات روتينية للألفا فيتو بروتين ووجد أنه ارتفع الألفا فيتو بروتين 5 أضعاف أو أكثر عن الطبيعي، يعني نقولنا من 0 ل 20، يعني إذا صار عنده 5 أضعاف إذا كان حوالي 100 نانو جرام، هذا يعني أن هذا الشخص يعاني إما من السرطان في الكبد أو سرطان في الخصية. طبعاً الألفا فيتو بروتين. تفضلي. أسف عن المقاطعة دكتور، بس بعد إذنك يعني أنا اليوم ماخذ اللقاح وكثير تعبانة، بصير أطلع من المحاضرة، تعتبرني حضور؟ أنا أخذت حضور وغياب. إذا كنت موجودة مين أنت؟ سارة مساعدة دكتور. سارة مو مشكلة. خلاص. إذا تعبانة اطلعي عادي، ما في. والله كثير تعب. طبعا انا راح اسجلها مسجله هاي المحاضره وتسمعيها بعدين. الله يبارك. خلاص تمام، يعطيك العافيه، شكرا. ما
قلنا مستوى الألفا فيتر بروتين may also be raised in some non-malignant conditions. لأن في ممكن إنه يرتفع في حالات غير سرطانية مثل تشمع الكبد اللي هي liver cirrhosis أو التهاب اللي هو الهيباتيتس اللي هي التهابات اللي هي بسموها التهاب الكبد الوبائي و and other forms of liver damage أو أي damage يتم أو injury للكبد. ولكن طبعا المستوى ما راح يصل ل 5 أضعاف أو أكثر. الآن الكارسينوإمبريونيك أنتيجينز اللي هو CEA مستوى الطبيعي هو 2.5 نانوغرام بير ميل. إذن هذا مستوى الطبيعي في الجسم، يعني أي شخص أخذناه الآن وأخذنا منه عينة سيرم وفحصنا CEA راح نجد أنه حوالي 2.5 نانوغرام. طبعاً they increase significantly in certain malignancies, particularly the colorectal cancers. لأن الأشخاص اللي عندهم سرطانات في القولون أو في الركتم راح ترتفع بكميات عالية جدا. They may also rise in some non-malignant conditions such as chronic cirrhosis. ترتفع في حالات غير سرطانية زي تشمع الكبد المزمن chronic أو pulmonary emphysema اللي هو انسداد في الرئتين. وكذلك عند الأشخاص المدخنين heavy smoking، الأشخاص المدمنين على الدخان اللي بيدخن له باكيتين أو ثلاثة في اليوم أكيد راح يرتفع عنده الكارسينو إمبريونيك أنتيجين. طبعاً levels that are 4 to 5 times normal have been associated with colorectal tumors. يعني إذا كان ارتفاع هذا المؤشر أو الأنتيجين من 4 إلى 5 أضعاف الطبيعي، هذا مؤشر على وجود السرطان في القولون أو في المستقيم اللي هو الركتم. طبعاً tumor associated transplantation antigens التاتا or viral tumors a number of viruses cause different types of tumors in animals. طبعاً ليس سبب كل السرطانات فيروسات، ولكن تبين أنه بعض الفيروسات تسبب سرطانات. أمثلة على ذلك اللي هي examples هو الأدينو فيروس، روسو ساركوما فيروس، والإريثرو لكوميك فيروس. هذول الفيروسات اللي هم الأدينو فيروس والروسو ساركوما فيروس والإريثرو لكوميك فيروس، هذا بيؤدي لحدوث سرطانات في الجسم. طبعا viruses are involved or suspected to be involved in some human malignancies. طبعا هذه اللي حكينا عنهم الادينو فيروس والروسو ساركوما فيروس، هذول وجدوا وين؟ قلنا في الحيوانات في الانيمالز. ولكن بعض الفيروسات تسبب امراض سرطانية في الانسان مثل اللي هو ال HTLV-1 in leukemia و hepatitis B virus in hepatic carcinoma و papilloma virus in cervical cancer. إذن في الإنسان في عندي ال HTLV-1 in leukemia و hepatitis B virus in hepatic كارسينوما بسبب سرطانات في الكبد، والبابيلوما فيروس بسبب سرطانات في السيرفكس. فيروس induced tumors express cell surface antigens.
لان التيومرز او السرطانات اللي كان سببها فيروسات، هذه الخلايا تنشر على سطحها انتيجينات قلنا expresses cell surface antigens. طبعا لما يكون قلنا الانتيجين موجود على السيرفيس اوف ذا سيل، اكيد جهاز المناعه راح يتعرف عليه. طبعا these are shared by all tumors induced by the same virus. هذه الانتيجينات التي تم نشرها على سطح الخلايا بتكون نفسها على كل الخلايا اللي انصابت بنفس الفيروس. These antigens are characteristics of the tumor-inducing virus, regardless of the tissue origin of the tumor or animal species or which the tumor exists. طبعاً إذا كان سبب للتيومر فيروس معين، بغض النظر أي نسيج تم اللي هو إصابته بالفيروس وتحول إلى سرطان، فهذا الأنتيجين الذي نشر على سطح هذه الخلايا هو نفسه، بغض النظر قلنا عن نوع النسيج أو حتى الحيوان اللي انصاب أو الإنسان اللي انصاب بهذا التيومر. طبعاً الأكتيفيتد هذا مثال على التيومر كيف بتتم. طبعاً إذا أعطينا inactivated SV40 tumor injected في حيوان تجارب، challenge different SV40 tumors no tumor. إذا أعطي الحيوان مضاد للتيومر للسرطان ثم أعطي الفيروس اللي بيسبب السرطان، وجد انه ليس هناك سرطان. تمام. الان اذا اعطينا inactivated SV40 tumor injected في الحيوان واعطيناه فايلوما tumors يحدث سرطان. الان اذا اعطينا قلنا inactivated SV40 tumor injected مثبطة وأعطينا different tumor مش نفس الفيروس واحد تاني يحدث سرطان. أما إذا أعطينا قلنا inactivated SV40 tumor injected وأعطينا polyoma tumor يعني مسبب لسرطان متعدد، راح يتكون عند هذا الحيوان سرطان زي ما انتم شايفين. هذه هي التيومر اللي تكونت. لان تيومر اسوسييتد ترانسبلانتيشن انتيجينز اون كيميكال اندوسد تيومرز. طبعا بعض السرطانات بيكون سببها هو مواد كيميائيه، وطبعا راح يتكون عندي tumor associated transplantation antigens. هذه الانتيجينات اللي راح تتم طبعا حدوثها ونشرها على سطح الخلايا. chemically induced tumors are different from virally induced tumors in that they are extremely heterogeneous in their طبعا antigenic characteristics. تختلف اللي هي السرطانات اللي سببها مواد كيماوية عن السرطانات اللي سببها الفيروسات، انه الانتيجينات التي تظهر بتكون متنوعة مختلفة، وكل مادة كيميائية تنتج انتيجين يختلف عن المادة الكيميائية الاخرى. بس قلنا السرطانات اللي تنتج عن الفيروسات بيكون الأنتيجين نفسه بغض النظر عن النسيج، بغض النظر عن الحيوان. أما في الكيميكال لا، بيكون مختلف. Thus, any two tumor
induced by the same chemical, even in the same animal, rarely share common tumor-specific antigens. يعني بالتالي أي two tumors, أي سرطانين مختلف تم إحداثهم بنفس المادة الكيماوية حتى في نفس الحيوان، وحنلاحظ أنه كل خلية سرطانية أعطت أنتيجين يختلف، لأن الأنتيجينات اللي تظهر بتكون تختلف من خلية لخلية حتى لو كان نفس المادة الكيميائية بنفس الحيوان. These unique antigens on chemical these unique antigens on chemically induced tumors are referred to as tumor specific transplantation antigens TSA. سلفت عن التاتا، هذه TSTA. نفس الشيء هذه السلايد تعطينا انه اذا حقنا حيوان بماده مسرطنه انجكتد كارسينوجين، ماده كيماويه مسرطنه، طبعا ريموف جرومينج تيومر راح تحدث عنا سرطان، ثم هذه الخلايا isolated tumor cells عزلناها، وإذا حقناها في حيوان آخر ثم أخذنا هذه الخلايا مرة أخرى، أخذنا هذه التيومر وعطيناها challenge with same tumor، وضعناها في حيوان آخر، راح نلاحظ أنه ما بتكون عنده سرطان، لأن إذا حقنا التيومر سيلز injected into an animal بتكون عنده سرطان، وعطيناه تيومر مختلف طبعا راح يتكون عنده التيومر. أريد أشرحها مرة ثانية، إذا أعطينا مادة كيميائية لفأر تجارب وهذه المادة مسرطنة راح يتكون عنده سرطان، تمام؟ هذا السرطان إذا عزلنا الخلايا منه وهذه الخلايا أعطيناها إلى حيوان آخر راح يتكون عنده طبعا اللي هي إيش؟ سرطان. إذا هذا الحيوان أعطيناه نفس التيومر ما راح يتكون عنده سرطان، أما إذا أعطيناه تيومر مختلف راح يتكون عنده سرطان. بمعنى آخر، المناعة اللي تكونت ضد نسميها خلايا محددة، نرجع لهذه السلايد، إنه قلنا كل كيميكال ينتج أنتيجينات مختلفة حتى لو كان نفس الكيميكال حقن بنفس الحيوان، تمام، راح يطلع عندي أنتيجينات مختلفة. لذلك كل أنتيجين راح يتم حدوث استجابة مناعية له حدوث طبعا تكوين أجسام مضادة و تي سيلز، لأن إذا حقناه في حيوان آخر مش بالضرورة يتكون عنده أجسام مضادة، أو الأجسام المضادة اللي تكونت عنده مش بالضرورة تحميه من السرطان كونه أعطى أنتيجينات جديدة. عن immunity against tumors. Evidence for immunity against malignancies comes mostly from experimental tumors, although there is ample evidence
of for anti-tumor immune reactivity in humans in experimental studies. طبعا معظم المعلومات اللي حصلنا عليها عن جهاز المناعة أو المناعة ضد السرطانات إجت من التجارب التي قاموا فيها على التيومرز أو على السرطانات. وهناك طبعا أدلة كثيرة ample evidence for anti-tumor immune reactivity in humans. يعني أكيد في هناك أدلة كبيرة وكثيرة على أنه هناك استجابة مناعية ضد أي سرطان يحدث في الإنسان. طبعاً هذه كلها إجت من تجارب علمية ودراسات علمية. طبعاً animal can be immunized by administering inactivated tumor cells or by removal of a primary tumor. لأن الحيوان ممكن أنه يصبح ممنع ضد اللي هي التيومر إذا أعطي inactivated tumor cells، إذا حقناه في خلايا سرطانية، ولكن هذه الخلايا السرطانية تم إيقافها أو منع قدرتها على الانقسام، راح نلاحظ إنه هذا الحيوان راح يصير عنده مناعة ضد حدوث السرطان. طبعاً كذلك also immunity can be transferred from an animal in which a tumor has regressed to a native animal, often to a naive animal by injection of lymphocyte T cells. ممكن برضو نقل المناعة من حيوان كان مصاب بالتيومر has regressed طبعا إلى حيوان آخر لم يصاب إذا حقناه بخلايا التي لنفوسايت. يعني جمع خلايا التي لنفوسايت عزلناها من الحيوان المصاب وعطيناها لحيوان غير مصاب، راح نجد إنه هذا الحيوان أصبح مقاوم لحدوث السرطانات. طبعا all components of the immune system non-specific and specific humoral and cellular can affect the growth and progression of a tumor. طبعا ليس فقط T cells لما قلنا كل مكونات جهاز المناعة لهم علاقة في منع حدوث السرطان، منه النون سبيسيفيك والسبيسيفيك والخلطي اللي هو الأجسام المضادة والسيلولار اللي هي T cells تمنع حدوث السرطان. طبعا escape from the immune surveillance، احنا قلنا بعض الخلايا السرطانية تنتج انتيجينات او تنتج مواد تحميها من جهاز المناعة. طبعا number of mechanisms have been suggested for the escape of malignant cells from host immune surveillance. طبعا جهاز المناعة عنده آلية المراقبة على الخلايا الجسم كاملة، أي خلية قلنا أصبحت سرطانية بهاجمها طبعا نتيجة تغير الانتيجينات اللي حكينا عنها سابقا. ولكن بعض الخلايا الآن تهرب escapes من جهاز المناعة أو مراقبة جهاز المناعة. كيف؟ عن طريق هذه الطرق الثلاث. أول شيء tumors may not express new antigens that are immunogenic، يعني بعض الخلايا السرطانية لا تنتج انتيجينات جديدة. tumors may fail to express co-stimulatory molecules for the activation of T cells، برضو بعض الخلايا السرطانية تفشل في إنتاج مواد تساعد في اللي هي إحداث أو تفعيل الخلايا التي سيلز. Certain tumors are known to lack or be poor expression of the MHC antigen. بعض الخلايا السرطانية
يعتقد انها لا تحتوي او تفتقر الى او عندها استجابه ضعيفه للام اتش سي انتيجين. طبعا الام اتش سي انتيجين هذه مواد بروتينات موجوده على سطح الخلايا في الجسم كامل. في عندي نوعين في الام اتش سي 1 والام اتش سي 2، حكينا عنه بالمناعه اللي اخذوا مناعه. طبعا هذه يجب ان تكون على سطح الخلايا حتى جهاز المناعه يتعرف عليها ويتعرف اذا في هناك انتيجينات جديده او اذا كان هناك اصابه في هذه الخلايا. بعض الخلايا السرطانيه قلنا تفتقر لهذا الاكسبريشن او عندها اكسبريشن ضعيف. سبب اخر، another reason for failure of the immunosurveillance may be the fact that in the early development of the tumor the amount of antigen may be too small to stimulate the immune system, and due to the rapid proliferation of malignant cells the immune system is quickly overwhelmed. سبب اخر قلنا لفشل هذه المراقبه من قبل جهاز المناعه هو في بدايات حدوث السرطان كمية الأنتيجينات التي أنتجت الجديدة قليلة جدا، too small. لذلك لا تحفز جهاز المناعة ولا يكون هناك أي استجابة مناعية ضد هذه الخلايا. ومع مرور الوقت راح نلاحظ أنه يصبح انقسام الخلايا السرطانية سريع جدا، هي rapid proliferation of malignant cells. يبقى جهاز المناعة عاجز عن مقاومتها. يعني هذه الخلايا، عدد الخلايا وانقساماتها سريعة جدا، جهاز المناعة ما بيلحق انه ينتج اي استجابة مناعية ضد هذه الخلايا. طبعا بالاضافة الى ذلك some tumors may evade the immune system by secreting immunosuppressive molecules and other may induce suppressor cells. طبعا بعض الخلايا السرطانية تنتج مواد مثبطة للجهاز المناعي، وبعضها ينتج مواد تحفز suppressor cells. طبعاً جهاز المناعة عنده نوعين من الخلايا المناعية، اللي هي الإفكتر سيلز اللي هي تقوم بالاستجابة المناعية، وسبريسر سيلز اللي هي بتثبط جهاز المناعة بعد هي اكتمال الاستجابة المناعية. بعض الخلايا السرطانية إما تنتج مواد تثبط أصلاً الاستجابة المناعية أو تحفز السبريسر سيلز، الخلايا اللي بدها تثبط الاستجابة المناعية. Also some tumors may shed their unique antigen which lack antibodies and T cells from reacting with malignant cells. بعض الخلايا التي أصبحت سرطانية تتخلص من الأنتيجينات الموجودة على سطحها، لذلك لا يستطيع لا الأنتيبوديز ولا التي سيلز انها تهاجم هذه الخلايا، لانه هذه الانتيجينات اللي كانت على سطحها has been shed، هي ايش؟ تم رميها خارج الخلايا او بعيد عن الخلايا. الان كيف بتم تشخيص الخلايا السرطانيه او السرطانات؟ اول شيء عن طريق المونوكلونال انتيبوديز labeled with radioisotopes have been used for in vivo detection or relatively small tumor loci. الآن المونوكلونال أنتيبوديز تحدثنا عنها، اللي هي خلايا الأجسام المضادة وحيدة النسيج، بتم ربطها أو تعليمها بمادة مشعة اللي هي radioisotope، وتحقن في الجسم. هذه المونوكلونال انتيبوديز بتكون specific for
certain cells or certain tumors وتذهب إلى المنطقة الموجودة فيها خصوصا إذا كانت الخلايا السرطانية أو المنطقة اللي تكون فيها السرطان صغيرة بتحدد وين موجودة هذه السرطان. طبعا هذه تحقن في الشخص. ممكن نستخدم الأنتيباديز الأجسام المضادة have been also used in vitro to identify the cell origin or undifferentiated tumors, particularly of the lymphocytic origin. الأنتيباديز نستخدمها in vitro في المختبر، هذه استخدمناها in vivo تحقن في الإنسان، هذه in vitro نستخدمها بعد أخذ خزعة من السرطان نفعلها مع الأجسام المضادة حتى نحدد ما هو الأوريجين of the cell، ما هي مصدر الخلايا السرطانية. في عندي الإميونوهيستولوجيكال ستينينج، ممكن نقوم الآن بأخذ خزعة من السرطان وعمل اللي هي مايكرو تكنيكس أو بسموها للتحضير المجهري إلها وصبغ هذا النسيج ودراسة خصائص الخلايا وخصوصا إذا كان عندي ميستاستاسيز إذا انتقل السرطان من نسيج إلى نسيج آخر وخصوصا في البون مارو اللي هو نخاع العظم ناخذ منه خزعة ونقوم بتحضير المجهري لها عمل سلايد نصبغه ونتأكد من أين أتى هذا السرطان. علاج السرطان بالإميونوثيرابي، طبعا الإميونوثيرابي has been used as adjunct to traditional treatment. طبعا traditional treatment أو العلاجات التقليدية للسرطان إما بتكون عن طريق الكيموثيرابي إعطاء مواد كيماوية أو عن طريق الراديوثيرابي اللي هي الإشعاعات. أما الإميونوثيرابي فتعطى كعامل مساعد adjunct بتساعد اللي هي traditional treatment. طبعا both active and passive means of stimulating the non-specific and specific immune system have been employed in some cases with significant success. الآن ممكن نعطي أو نحفز جهاز المناعة إما active أو passive. active اللي هو بنحقن بالأنتيجينات بنعزل الأنتيجينات اللي هي السرطانية ونحقنها في الجسم، هذا هيعطيني يكون أجسام مضادة ضد الأنتيجينات وبالتالي يهاجم خلايا السرطانية. أو باسيف بعطيه أجسام مضادة جاهزة، هذه الأجسام المضادة الجاهزة الآن بتؤدي إلى مهاجمة الخلايا السرطانية مباشرة والقضاء عليها. طبعا a variety of the immunopotentiating agents, the biological response modifiers, are used to enhance anti-tumor immunity. They include bacterial products, synthetic chemicals, cytokines. الآن ممكن نستخدم هذه المواد اللي يسموها immuno potentiating agents. هذه الآن مواد محفزة لإنتاج مضادات للسرطان. مثلاً نحقن البني آدم أو الحيوان ببكتيريال برودكت، منتج بكتيري، إما أنتيجين معين أو جزء من البكتيريا أو توكسين معين. هذا الآن راح يهاجم الخلايا السرطانية ويقضي عليها. أو ممكن نحقنه بمواد كيماوية مصنعة synthetic chemicals أو cytokines اللي هي مراسلات خلوية.
طبعاً most of these agents exert their effects by activating macrophages and natural killer cells. آلية عمل هذه المواد هي عن طريق تحفيز وتنشيط الماكروفاجز والناتشورال كيلر سيلز خلايا القاتلة الطبيعية eliciting cytokines or enhancing T cell function. وطبعا تساعد على تنشيط T cells اللي هي لقتل الخلايا السرطانية. A number of cytokines have been used to potentiate the immune function of the host. عدد من هذه السيتوكاينز تم تنشيطها وإعطائها للعائل، منها اللي هي الـ IFN الألفا وبيتا، طبعاً التيومر تايب اللي هي remission of hairy cell leukemia، وطبعاً آلية عملها the increased expression of class 1 MHC possible cytostatic anti-tumor effect. لأن هذه الـ IFN الألفا والبيتا تستخدم ضد سرطانات معينة مثل اللي هي الهير سيل لوكيميا، وآلية عملها إنها بتزيد من نشاط الـ MHC اللي حكينا عنه إنه بعض الخلايا تخفي أو بتقلل من عمله، وطبعاً possible cytostatic anti-tumor effect. في عنا الـ interleukin 2 IL-2، طبعاً هذا يستخدم في renal carcinoma and melanoma. طبعاً هذا يحفز T-cell proliferation and activation of natural killer cells. هذا يؤدي إلى لما قلنا زيادة في انقسام خلايا T-cells ويحفز نشاط اللي هي natural killer cells. هيك نكون خلصنا هذا الشابتر، وهي هذه آخر محاضرة في هذا الفصل. حد عنده سؤال؟ شباب